بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاة دائمة الى يوم الدين. المشاهد الكريم اينما كنت رشح في الاخبار في هذه الايام خبر يقول ان فرجاني ساسي لاعب اللاعب التونسي في مركز 8، والذي يلعب لنادي الزمالك المصري، على وشك ان يوقع للهلال، وان هنالك محاولات للتفاوض مع هذا اللاعب للحصول على توقيعه، لكي يلعب للهلال في الموسم القادم، مبدأ لا شك ان. فرجاني ساسي لاعب صاحب امكانيات رائعه واذا تم هذا الامر وقيض لهذا اللاعب ان ينجح في الهلال وان يعيش الاجواء السودانيه كما عاش الاجواء المصريه وان يتعامل مع البيئه السودانيه ويستطيع ان يتاقلم معها سيكون إضافة نوعية جيدة جدا فاللاعب قادر على اللعب في مركز ثمانية وقادر أيضا على اللعب في مركز عشرة وهو لاعب هداف ولاعب مهاري وهو إلى حد كبير يشبه كرة الهلال لكن هنالك سؤال مهم جدا أو الحقيقة عايزين نتكلم في نقطتين هل هنالك إمكانية للنجاح وأنا أقصد هنا بالنجاح هو ملائمة هذا اللاعب أو تأقلم هذا اللاعب تحديدا على البيئة السودانية الحاجة الثانية عايزين نتكلم ما دام أصلا الكلام جر الكلام نتكلم عن التسجيلات القادمة ككل في تصور الشخصي وبالرجوع الى تجربه عبد الكريم النفطي في المريخ قد لا ينجح يعني لا اتصور ان ينجح لاعب في قامه فرجاني ساسي في التاقلم السريع مع البيئه السودانيه هذه ناحيه الناحيه الثانيه انه اللاعب الآن في حدود الثلاثين واحد وثلاثين سنة هل أنا محتاج للاعب بهذه في هذا العمر برغم كل الخبرات الكبيرة لكن أنا بهمني هل هنالك أي إشراقات سابقة تقول أن لاعب بحجم وأنا أتحدث هنا عن بحجم فرجان ساسي قادر على التأقلم على البيئة السودانية تجربة عبد الكريم النفط في المريخ قبل أربع أو خمس سنوات تؤكد أن هذه المسألة أو يمكن أكثر من كذا تؤكد أن هذه المسألة فيها غاية من الصعوبة طيب ايه مشكله فرجاني ساسي مع المريخ فرجاني ساسي مشكلته مع الم... عفوا فرجاني ساسي مشكلته مع الزمالك وليس المريخ مشكلته مع الزمالك مشكله ماليه بحته بمعنى انه هو يرغب في الاستمرار في الزمالك على ان يعني يقابل هذه الرغبه التعاقد المالي الذي يتناسب مع امكاناته كلاعب أصبح يعني أنشوده في أفواه الزمالكاوية وأبناء القبيلة البيضاء وأبناء ميت عقبة، وهو رجل بحب مصر ويحب الزمالك، فعشان يمشي المسألة مالية فقط، طيب ربما يستطيع الهلال أن يحقق الناحية المالية التي يحتاجها اللاعب. ويتعاقد معه لموسم او لموسمين اللاعب لا يحتاج لشخص شخص عشان يقول انه هو نافع او ما نافع لانه فنيا هو لاعب رائع جدا وممتاز واي فريق يتمناه سواء داخل السودان او خارج السودان لكن لا زال السؤال قائما هل يمكن للاعب من الشمال الافريقي بشكل عام في مستوى فرجاني ساسي الفني يملك نفس القدرات والمهارات ان يتجاوز كل انديه الشمال الافريقي وكل انديه الخليج لاجل المال عشان يجي يتاقلم في بيئه سودانيه يمكن هو لم يراها قبلا اصلا. دي ده, ده كبير جدا آه خاصة وإنه إحنا حتى من ناحية يعني قدراتنا الكروية نحن ما بنشبه الشمال الأفريقي إحنا بنشبه أفريقيا في لعبنا اللي هو بيعتمد على المهارة والقوة الجسمانية والبعيد كثيرا عن التكتيك نحن تك... تك... أشبه بأن... حينما نتحدث عن الكرة التكتيكية الموجودة في أوروبا والكرة تعتمد على المهارات الموجودة في المهارات الفطرية الموجودة في جنوب في في أمريكا الجنوبية بشكل عام يعني فلذلك أنا يعني متحفظ جدا على هذا يعني عن هذه المحاولة أصلا وأفتكر أنه الهلال يستطيع أن يجد ضالته في المراكز الشحيحة من مجموعة المحترفين خارج الإطار الفني بعيدا عن القيمة المالية المذكورة الرجل أو ساسي يطالب الزمالك بمليون ونص يورو آه سنويا في الموسم الواحد وبالتالي آه اي موس عدد المواسم تضربها في مليون ونص يطلع عليك فلو احنا قلنا الهلال محتاج ليه موسمين مثلا فمعناه الهلال محتاج ان يدفع على اقل تقدير ثلاثة مليون يورو آه ما عندي اشكاليه في انه الهلال قد يملك هذا المبلغ سواء كان مباشره من الصوبات أو مجموعة أخرى من الأهلة أو من الراعي الرسمي المستشار تركي على الشيخ لكن تبقى هنالك المشكلة هل يمكن أن يتجاوز كل هذه المغريات في بيئات كروية مختلفة وبيئات معيشية مختلفة لكي ينتقل إلى بيئة سودانية فيها الكثير جدا من المشاكل التي تمنع المواطن السوداني نفسه من الاستمرار عشان يجيك لاعب بحجم ساسي أما لا أدري كيف يعني يتفهم أخواننا في لجنة التطبيع مثل هذا الأمر وهذا ال يعني ما دعاني للحديث في هذا الموضوع انه رشح في تصريح صحفي لنائب الرئيس مباشره نائب رئيس التطبيع وبالتالي انا كان لابد لي من ان يعني اشارك بالراي وان اتساءل هل هنالك إمكانية لمثل للاعب بهذا المقام أن يتفاعل مع البيئة السودانية ويتأقلم عليها ثم يحضر للعب في السودان؟ ما في شك أنه الهلال كقيمة نادي كبير، المريخ كقيمة نادي كبير، سؤالي محدد جدا هل يمكن لهذا اللاعب أو أي لاعب زيه يعني أنا لو جيت عايز أجيب مجدي قفشة مثلا أو عايز أجيب طارق حامد هل يمكن أن يتركوا الزمالك؟ والأهل لأجل المال حتى لو وفر هذا المال ثم يترك الخليج ويترك آه آه الشمال الأفريقي الآخر للعب في السودان لأجل المال فقط دي آه مسألة تحتاج إلى دراسة وتحتاج آه إلى آه قراءة جيدة آه على ايماننا الشديد بامكانيات هذا اللاعب طيب والشيء بشيء يذكر ما دام الحديث عن التسجيلات اولا آه نحن الان لدينا آه مدرب آه الكل اتفق على قدراته المدرب نفسه لموسمين نامل ان يترك الامر له ليحدد الجهاز الفني على رأسه ريكاردو فورمزينه من الذي يجب أن يترك الفريق ومن الذي يجب أن يستمر ومن هو الشخص أو مجموعة اللاعبين الذين يجب أن يتم إضافتهم في الموسم القادم السبب في القصة دي لأنه الآن أصبح لا يمكن أن, أن, أن تفرض رأياً على مدرب بهذا الحي هذا المدرب في ذهنه مشروع معين يريد أن يحققه إذا إحنا اللي حنقرر للأدوات التي ستحقق هذا المشروع فأنا أبشر بأنه سيتم إقالة هذا المدرب في أول هزيمة أو هزيمتين او في اول شكل لعب يسهر ما مظبوط. احنا مسكنا زوران ده ما خلينا لجنبه يرقد عليها وحتى اصبح لدينا راي كمشجعين في طريقة او تنظيم اللعب الذي يلعب به وكل في منا يدلو بدلوه اللي يقول اللاعب السوداني ما عنده قدرة على اللعب تنظيم 4-3-3 كأنه اللاعب السوداني ده هو الذي اخترع الكرة اللاعب السوداني ده زول موظف يدفعوا له ويلعب زي ما مفروض ان يطلب منه يلعب ما بيقدر يمشي بيته نشوف زول جديد ده اللي بفهمه اي لاعب سوداني يجب ان يفهم هذه القصه انت القصه دي ما حقت يعني يعني الناس اللي بيجوا بيدفعوا قروش ويدفعوا ويشجعوك ديل سيبك من الناس الكبار الناس اللي بيجوا يدفعوا قروش ويشجعوك ديل بيعرفوك تلعب كوره بتلعب كوره بيصفقوا لك ما بتلعب كوره وما بتحقق نتائج بيطوع على طول بيدوك الوش اللي انت ما عايزه فهو موظف الان بيدفعوا له مليارات الزول في عمره في مجالات اخرى ما بياخذ ولا يعني تلت هذا المبلغ الذي ياخذه في عقد واحد على مدى حياته كلها يبقى عليه ان يحترم موهبته ويحترم العقد اللي بينه وبين الناس وقالوا لي العب بس واحد عشرة يلعب قالوا لا العب بأربعة ثلاثة ثلاثة يلعب بأربعة خمسة واحد يلعب بأربعة أربعة اثنين يلعب ما في حاجة اسمها هذا اللاعب يختار الطريقة اللي هو يلعب بها عشان يطير المدرب عشان يكون هو سبب في أذية الناس أنا ملاحظ إنه في الهلال تحديدا اللاعبين قاعدين يغيروا نتائج المباراة وأقول الكلام ده مباشرة كان يرضوا ولا ما يرضوا أرجعوا للثلاث سنوات الأخيرة شوفوا الهلال ده درًا كم مرة بقصد ومعنى أرجعوا للكلام ده حتشوفوا القصة دي فإحنا نترك هذا الأمر لخبازه إنت الآن جبت جهاز تدريبي كامل طقم جايبه من بره بملايين الدولارات عشان يلعب معاك موسمين وعشان يبني لبنة يجب عدم التدخل تمامًا في من يت سيتم تسجيله ومن سيتم الاستغناء عنه ومن سيتم منحه فرصة أخرى للاستمرار دي ما شغلت نائب الرئيس ولا شغلت جهاز فني بخلاف المجموعة القاعدة هم اللي يحددوا نحن اكتوينا بالجهلاء الذين يريدون لا يدركون انهم يجهلون في العمل الرياضي واستمروا على هذا المنحى اكثر من يعني عقد كامل من الزمان يدخلوا لاعب ويطلعوا لاعب وفي النهايه ما وصلنا لاي نتيجه. أدوا العيش لخبازه الآن موجود لديك واحد هو الذي يقرر من الذي يمشي معه في المرة الجاية أرى إذا كان هنالك تدخل أن يقعد الناس مع المجلس يقولوا له في 22 لاعب جديد نأمل منحهم فرصة أكبر خاصة الذين يعني بالدارجة كده فيهم رقشة الأجانب يجب أن يكونوا في الخانات النادرة إذا خانة أنا بلقى فيها آه لاعب محلي ما محتاج في عليه لاعب اجنبي وفي النهايه عدد اللعيبه الاجانب لو قالوا عشرة برضو عدد محدود انت محتاج ان تجيب آه الباقي تكمله من الوطنيين يجب ان يعلم الجهاز الفني ان هنالك عدد من اللاعبين موجودين آه بنظام الاعاره ويتبعوا لفريق الهلال لابد ان آه يراجعهم ويشوف اذا كان هو عايزهم يجوا معه او لا ده تصوري يجب وضع استراتيجيه ويجب عدم التدخل. بغض النظر عن إن الناس اللي بيتدخلوا ديل بيعرفوا ولا لا ما في وارجو كمان انه يتركوا الجهاز الفني ان يعمل وان يتعرف على طريقه بطريقه جيده. انا افتكر انه البدايات لا باس بها ونستطيع ان نستمر. اللجنه بتاعت التطبيع عملت كل اللي عليها لما ما كان في جهاز فني يشار اليه بالبنان، جابت جهاز فني وجابت جابت سجلت مجموعه من اللاعبين نؤكد انهم جميعهم كانوا كويسين اللي يعني اللعب للهلال مشكله لانك انت بتلعب تحت الضغط حتى لو انت كويس ممكن جدا ما تلعب كويس مع الهلال لكن أول مريخ لأن أندية بتضعك تحت الضغط طيلة المباراة وجماهير الناديين الكبيرين يعني لا يرغبون سوى في الانتصار حتى لو ما عندهم إمكانيات هذا الانتصار. ودي بتصعب المشكلة حتى اللاعب لو كان كويس في ناديه ممكن يكون سيء جدا في الهلال، لذا نرجو عدم التدخل في جه في أمر الجهاز الفني إطلاقا، عدم التدخل في من ممكن أن يلعب ومن ممكن ما يلعب، من ممكن نسجله او ما ممكن نسجله، ما لم يطلب الجهاز الفني آآ آآ يعني المعونه ويحدد من يعينه في هذا الامر. تحياتي صلاح البشير والى لقاء قريب في المرات القادمه. سلام.